موجود كاريوكا وضع ضربة حرة غير مجزية، ملعوبة من كاريوكا خطيرة، جول عملها وهدف التعادل من كاريوكا. أنا قلت كاريوكا خطيرة بالفعل، كاريوكا قال أنا موجود. كاريوكا غائب تماما 44 دقيقة من إحداث هذا الشوط، وصحف فيها الدقيقة 45 وسجل هدف التعادل للنصر من ضربة حرة غير مباشرة. كاريوكا أنا ذكرت إن كاريوكا لاعب خطير ومشابه لكرات ديفيد بيكام، بالفعل هذا هو كاريوكا، سجل هدف التعادل في وقت عظيم جدا من أحداث الشوط الأول. في شوف كرة جميلة جدا على يسار حارس المرمى، شوف كاريوكا، يا سلام يا كاريوكا، كاريوكا يسجل هدف التعادل النصراوي، هدف التعادل الجنوبي. يلعبها للبيشي وادريان موجود ناحية اليسار، هجمة مرتدة للنصر من بدر التميم، والله هذا بدر التميم يلعبها لعدريان، خطيرة من النصر مواجهة المرمى، ممكن يسجل هدف الهبوط، جول أول أهداف النصر، أول أهداف النصر، إبراهيم ماطر بالفعل يسجل أول أهداف النصر من هجمة مرتدة، وهذه هي كرة القدم، لعبتين وصل المرمى وأول أهداف النصر، أول أهداف النصر في الدقيقة 31 وفرحة للجماهير النصراوية. شوف كرة جميلة جدا، هات خذ بين البيجي وبين اللي هو بدر تميم، وعمل كرة جميلة جدا، شوف الدفاع الهلالي، جميع البيشي لاعب نشيط، الفرج والبيشي، ولكن شوف يعني جميل، يتجاوز البيشي، يتجاوز الفرج، ملعب جول، مش معقول يا بيشي، البيشي، شوف كم عمل البيشي، تجاوز دفاع الهلال وبحركة جميلة جدا لعبها في سقف المرمى، وتباطأ من الفرج، وهنا فرحة لرئيس نادي النصر وجمهور الفريق النصراوي، أكيد فرحان بهذا الهدف. شوف الفرج وش عمل، وشوف البيجي وش عمل، هداف الفريق النصراوي 8 أهداف، شوف الفرج عملها بسقف المرمى وهدف جميل، يا سلام، لا، شوف الفرج مع البيجي، تابع الفرج وتفرج ببلاش، شوف تجاوز الفرج بحركة جميلة جدا، دخل منطقة الجزاء وبحركة جميلة وبسن القدم لعبها بسقف المرمى، شوف كرتين تجاوز ودخل خط المرمى، لا، تغطية من جانب خليل بالخطأ، محاولة باتجاه سعد الحارثي، بلمسة ولا أروع، بحس تهديفي عالي، ويضع النصر في هدف التعادل، هدف التعديل، ما في حد أحسن من حد، تقدم دي سيلفا، تعادل الحارثي، وهنا لافتة في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لافتة كبيرة جدا يضعها الجمهور النصراوي ويكتب عليها راؤول العرب، هو لقب أطلقتها طبعا جماهير النصر على سعد الحارثي، والحارثي الآن يسجل الهدف رقم 11 له في هذا الموسم، والهدف الأول له في مرمى الهلال، أيضا له طعم خاص يأتي في مرمى الزعيم. روح قباني 18 دقيقة، التعادل لا يزال قائم، الجنوبي عالية وأمامية وعرضية وخطيرة في المرمى، طلال المشعل بيشعل المباراة من الدقيقة 18 وبيسجل الهدف النصراوي الأول،
النصر بيسجل الهدف الاول، بيسجل طلال المشعل الهدف الاول. رامي جاردي يشوف الضربة الرأسية، شوف طلال ضربة رأسية جميلة جدا من طلال المشعل، لا يلام فهد الشمري. شوف الضربة الرأسية بضربة والله كالتفاتة الأفعى. شوف طلال خطير بيسجل الهدف الأول في الشباك الهلالية. ضياء هارون إلى البيشي، يحتاج النصر للتسديد من بعيد، وهارون برافو يا هارون، مليون برافو، حلوة والله، كأنه يسمعني، جول، إيه والله افرح وصفق وانبسط يهقلك، جول من بعيد، ما كملت كلمة بعيد إلا وهارون أفزع الهلاليين بهدف رائع، برافو. تونا أقول لك يا ضياء هارون يحتاج النصر للتسديد من بعيد، برافو والله، شكلي أصلح مدرب على هاللمحة. حلو يا عيني عليك، يا عيني عليك، أضاء ضياء هارون الفرح في المدرجات النصراوية، برافو، زهرة كروية يا عيني. شوف مو هدف، هدفه حلو، كرة سريعة نصراوية، إلتون يحاول، الحارثي، برافو، نشوف جول، برافو، ما يجي بالكبير إلا الكبير، ما يجي بالحلوين إلا الحلو، برافو، بنشوف إعادة، جول من نجم النصر سعد الحارثي. يا عيني على المخرج، وبرافو يا مساعد الحكم، قرار سليم وبرافو، رغم اني قلت ما راح اتدخل بالتحكيم، لكن الواقع انها واضحه تماما. شوف يا عادل، برافو يا حارثي، برافو يا نجم النصر، برافو يا سعد الذابح، قتل الفرحه الهلاليه بالهدفين وخلصنا مره اخرى. احمد مبارك ينطلق كره عرضيه مباشر، عبد الله الواكد متخصص، عبد الله لكن انتم بيسددوا، نصراوية إلتونية بيحطها في المرمى الهلالية في الوقت بدل الضائع. شوف إلتون والله ما درعي الآن، ربما بالفعل يتقدم، سجلها السهلاوي، فعلها السهلاوي، سجل الهدف الأول كما يحاول يلعب كرة لحسين ويتسديده، تسديدة قوية جدا من عبد الغني ليسجل هدف الثاني، هدف الشخصي الثاني مع العالمي هذا الموسم، كابتن كبير من حسين عبد الغني على التنفيذ، عرضية جميلة جدا، النصر يسجل الهدف الأول، برافو، سيلفا على ما يستحيل وسجل في ما
مبكرا على عكس التوقعات. خلصها يلعبها جهة اليمين عرضية من المرمى. يتقدم على الفريق الهلالي 2-0 بلا شك. حلوة وجميلة وهنا تغيير لصاحب الهدف بعد العرضية الجميلة أمام مرمى الهلال. ممكن يجيب الهلال هدف لكن ثاني صعب شوية صعب شوية لمن صاحب الهدف يخرج وسط الفرحة النصرانية بين هدف الزهلاوي. برافو للنصر. خسارة حتى الآن أولى للهلال في الدوري. كرة لياسر وويلهامسون.